شباب انتو اكيد فخر لسوريا وفخر لنا كمان. اشتغلوا كتير كويس واتعبوا حتى تكونوا ناجحين. بالنسبة للأحداث اللي بتصير مع اللاجئين فهي مو خط النهاية. فينا نعمل نحن كتير شغلات، مثل هذول الشباب اللي راحوا هلأ للأولمبيات فهم تجاوزوا المحنة وقدروا انهم يوصلوا للنجاح. منشان هيك اللي صار فينا مو نهايتنا، بالعكس نحن بنقدر نعمل منه خط البداية لنكون أقوياء ولنكون فائزين دوما. لكم مننا الدعاء والصلاة حتى تفوزوا. قلوبنا معكم وبنتمنى أنكم تفوزوا.